بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة سيمو شاو تيفي. درسنا اليوم يتعلق بالتعريف ببرنامج موس مايكروسوفت أوفيس سبيسياليتي. هذا البرنامج اللي هو عبارة عن شراكة ما بين وزارة التربية الوطنية بالمغرب وشركة مايكروسوفت. الهدف منه هو تأهيل الأطر الإدارية والتربوية في مجال الإعلاميات، خاصة في مجال استخدام برنامج مايكروسوفت أوفيس 2010. الهدف منه هو تكوين وتدريب رجال التعليم ونساء التعليم بالمغرب من أجل الحصول على شهادة من دولية من شركة مايكروسوفت، اللي هي اختصارا موس مايكروسوفت أوفيس سبيسياليتي. أمامنا نموذج ديال شهادة الحاصل عليها رجل تعليم فبراير 12 فبراير 2014، وهو في برنامج مايكروسوفت أوفيس وورد 2010 ومايكروسوفت أوفيس إكسل 2010. هذا هو النموذج الشهادة التي يتم الحصول عليها بعد اجتياز المباراة عن طريق الانترنت في موقع الشركة اللي هو سيختيبو.com. إذا الهدف من هذا البرنامج هو تأهيل رجال ونساء التعليم للحصول على الشواهد، وبالتالي إدماج تقنية الاتصال والتواصل والمعلومات في فصولهم الدراسية وتوظيفها لتمرير مختلف البرامج الدراسية والتربوية وجعلها أداة مساعدة لتطوير حلقات التعليم والتعلم داخل الفصول الدراسية. إذن كل رجال ونساء التعليم فهم معنيون بهذا الأمر. هذا لا بد من الإشارة بأن هذه الشهادة يمكن لأي مواطن في جميع أنحاء العالم الحصول عليها بعد ما يؤدي عليها واحد مبلغ مالي يتراوح ما بين 2000 درهم و 3000 درهم حسب الدول، وبعد ما يؤدي الإنسان عن طريق البريد لفائدة الشركة يتم الدخول إلى موقع سيرتيبو، وبالتالي تطرح عليك مجموعة من الأسئلة في برنامجي وورد 2010 وإكسل 2010 وغيرها من البرامج التي تنتجها الشركة. وإذا ما حصلت على النقطة الموجبة للنجاح هي 700 نقطة على 1000 فما فوق، فإنك تحصل مباشرة على نسخة من الشهادة اللي فيها هذه العبارة كوبي أولين عن طريق البريد الإلكتروني، ويمكنك التسلم شهادة ما فيهاش لا تتوفر على هذه العبارة ديال كوبي أولين بأداء مبلغ الرسوم لتصل إليك عبر العنوان على البريد العادي من الشركة مباشرة بعد أدائك للرسوم المستحقة لذلك. وهذه الأمور كلها تجدون توضيحات شافية كافية لها في موقع الشركة لوسيرتي بو وكيف العمل. لكن الوزارة، وزارة التربية الوطنية بالمغرب، قد قامت بعقد شراكة مع شركة مايكروسوفت في إطار هذا البرنامج أوفيس 2010، وهي تؤدي هذه المبالغ عن كل رجل تعليم يتقدم إلى لاجتياز المباراة. نتمنى لجميع الأطر التربوية والإدارية النجاح في هذه المباراة والاستعداد للمباريات المقبلة. نكتفي بهذا في هذه الحصة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا المقبل سيكون مع بداية لزاتولي دورد 2010، أول أتولي
اللي فيها مجموعه من الاسئله اللي تدربنا باش نجتازوا المباراه بنجاح. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.